بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس تكلمنا في مقدمة هذا الكتاب، وهو كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد بيّن رحمه الله أهمية هذه الأصول الثلاثة، فجعل لها مقدمة في مسائل مهمة تؤصل لطالب العلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه في نفسه أولاً، ثم في دعوته بعد ذلك. فبيّن رحمه الله القواعد التي يحتاجها المسلم، فذكر في هذه المقدمة وفي هذه التوطئة للأصول الثلاثة أربعة مسائل، فقال: العلم والعمل والصبر، العلم والعمل والدعوة، ثم بعد ذلك الصبر. العلم بأن يتعلم ما يجب عليه، وهي ما سيبينها رحمه الله في الأصول الثلاثة، وهو العلم الذي يحتاجه المسلم ويجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الثلاث أو الأصول الثلاثة. ثم بعد ذلك العمل، والعمل إما أن يكون بما يتسم به المسلم من صفات وأخلاق وأعمال، فيكون هو داعية بأخلاقه وبتصرفاته وبعمله، فالناس تنظر إليه فيجدونه قد تحلى بصفات أهل الإيمان، فيكون في هذا المقام داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فيأخذ الأجر بمجرد أنه يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون في هذا الحال داعية إلى الله سبحانه وتعالى بسمته وبمحافظته على صلاته وعلى غيرها من الأعمال التي يعمل بها. هذه تكون في حال العامي الذي لا علم عنده، ولكن أيضا هناك أمر إضافي لمثل هؤلاء، أيضا ممكن أن يقوم بنشر العلم عن طريق شراء الكتب أو المصاحف أو غيرها وتوزيعها، وأيضا نشر الخير والدلالة على الخير، كل هذه من الأعمال التي يؤجر عليها المسلم، وهي داخلة في باب الدعوة. والأمر الثاني هو ما يتعلق بحال الداعي، وهو متعلق بما يقوم به الداعية من موعظة وإرشاد للناس وتعليم، فهذا هو الباب الذي ينطلق منه طالب العلم. ولذلك ذكر أولا العلم يتعلم، ثم بعد ذلك يعمل، ثم بعد ذلك يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم خلال هذه الدعوة يبتلى المسلم. ولذلك العمل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث لأن الجنة حفت بالمكاره، وربما يكون هناك مشقة على البعض في أداء بعض العبادات، ولا شك أن هذه المشقة تكون أحيانا لأسباب عديدة، منها تسويف الشيطان وغيره من الأسباب والموانع التي أحيانا تكون فيها مشقة. ولذلك أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر المشقة، على قدر المشقة التي يبذلها، لأن هناك بعض العبادات مثل الحج فيها مشقة، أيضا قيام الليل، القيام لصلاة الفجر أحيانا يشق على الناس مثل هذه العبادات وما أمروا به. ولذلك يحتاج المسلم إلى الصبر. ولذلك ذكرنا بالأمس الوصية التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها نبيه، فقال: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه مقدمة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمته للأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك أتى بمقدمة أخرى تتعلق بأصول الإسلام، وبدأنا بها بالأمس وذكرنا شيئا منها، ولعل القارئ يقرأ هذه المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ محمد في مقدمته لكتابه الأصول الثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذه هي الثانية. الأولى ذكر رحمه الله في قوله عندما قال، وهو المقدمة التي يبدأ بها الشيخ رحمه الله دائما يوجهها لطلاب العلم: اعلم رحمك الله، يدعو لطالب العلم، وهذا لا شك أنه تلطف وعبارة يتقدم بها الشيخ لمن يقرأ هذا الكتاب وهذا المؤلف بالدعاء له بالرحمة، أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه المسائل الثلاث، وذكر منها أن الله خلقنا ورزقنا. عندما قال هذه في الأولى أن يعلم المسلم الغاية من الخلق، لماذا خلق؟ أن الله خلقنا ورزقنا بماذا؟ من أجل ماذا؟ الخلق والرزق كله، حتى كثير من المشركين يعتقدون بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، كل هذه يعتقدونها، لكنهم يخلون بالأهم وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ولذلك بين رحمه الله قال: يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه المسائل، ومن أهمها أن يعلم الغاية من خلقه، لماذا خلق العبد. ولذلك لما ذكر رحمه الله الغاية في ذلك قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهذه هي توضيح لأهم غاية، وهي ما يتعلق بتوحيد الربوبية. هنا ذكر المسألة الثانية، إذا عرفنا الغاية ماذا نحتاج بعد ذلك؟ أن يعلم الطريق الذي يوصله، كيف يصل إلى الجنة وكيف يبتعد عن النار. ذكر المؤلف رحمه الله في قوله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال أيضا كما بينا فيما بينه الله سبحانه وتعالى لنبيه، فقال: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيضا قال في حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن يقول رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ثم قال وبين: لا ملك مقرب، ومن ذلك جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة، ولا نبي مرسل ولا كذلك نبي. هو قال هنا في هذا أو في هذه المسألة: ولا نبي مرسل. ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هناك فرق. النبي هو من أرسل ولم يطلب منه أن يبلغ هذه الرسالة، أو أرسل إلى قوم وهم يوافقونه على هذه الرسالة، هذا هو النبي. أما الرسول فهو أرسل إلى قوم
ليبلغهم هذه الرسالة، وأيضا أنهم لا يوافقونه على هذه الرسالة فيحتاج إلى مجاهدة. ولذلك الرسل ابتلوا مع أقوامهم، ابتلوا وأوذوا، كل ذلك لأنهم جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وقد حصل من أقوامهم ما حصل في أذيتهم. ولذلك أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام وكان بين قومه، فجاءهم بلا إله إلا الله ففهموها. ولذلك حال المشركين كما جاء في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. هم يعرفون في حال الشدة يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك عندهم علم، ولكنها تكون أحيانا مكابرة عند البعض. لكن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا ما بينه المؤلف فيما يتعلق في المسألة الثانية، وهي تأصيلية، وهي من أصول الإسلام هذه المسألة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ذكر الدليل فقال في دليله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لماذا ذكر هذا الدليل المؤلف في هذا الباب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ لأن المساجد هي التي يكون فيها الدعاء، والدعاء هنا عندما نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين: الدعاء وهو دعاء المسألة، وهناك دعاء العبادة وهي المتعلقة بالصلاة والنوافل وغيرها، وهذه تؤدى في المسجد. وأيضا منها أيضا الدعاء الذي يدعو به المسلم وهو دعاء المسألة، وهي شاملة لكلاهما. الدعاء يطلق على العبادة ويطلق كذلك، لأن المسلم إذا صلى وأدى هذه العبادة، عبادة الصلاة، فهو يصلي لمن؟ لله. ماذا يرجو؟ يرجو الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع أيضا من الدعاء، وكذلك ما يدعو به المسلم. ولذلك استشهد بهذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمعنى أن الله جل وعلا يوجب على المكلفين إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك بينا لكم حال المشركين عندما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك من الأمور التي يجب أن نتنبه إليها، وهي مهمة غاية يعني من المسائل المهمة التي يجب على المسلم أن يتنبه إليها، وهي أن المرء مهما يعمل من عبادات، من صلاة وصيام وقيام وحج وقيام ليل، يقوم بجميع هذه العبادات لكنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى، فنقول إن جميع هذه الأعمال لا قيمة لها. والدليل ما ذكرناه لكم في الآيات السابقة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك نجد من أمثلة ذلك عندما نتكلم في مثل هذه المسائل، يجب أن نقرب مثل هذه المسائل لطالب العلم حتى يرى ما حوله مما يحصل أحيانا من بعض المخالفات، لكي ينبه الناس. والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والدلالة على الخير ومحبة الخير للناس، وأنهم يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. نجد أنه في بعض البلدان تجدهم يطوفون على القبور ويذبحون لغير الله ويتقربون بأعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى، والدعاء يوجهونه لغير الله: يا فلان أغثنا، يا فلان المدد المدد. كل هذا من الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان الله قريب من عبده
وهو يقول ذلك في كتابه ويخاطب عباده، ومع ذلك تجد هؤلاء يقولون وما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، الله يقول في كتابه وبين ذلك وإذا سألك عبادي فإني قريب، وهؤلاء يجعلون الواسطة في دعائهم مع أناس لا ينفعون ولا يضرون. هذا مثال على ذلك. أيضا هناك أيضا بعض الجماعات من تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويكون عندهم محبة للخير، ولكنهم لم يوفقوا إلى العلم ولم يوفقوا بالدعوة الصحيحة، ولذلك تجدهم قد خالط بعض هذه الأعمال، خالط الشرك في دعوتهم وفي توجيههم، وأيضا ما يتعلق بإقرار الشرك. لما يذهب داعية إلى بلد من البلدان ثم يعرف بأنه داعية وجاء للدعوة، ثم إذا تكلم مع هؤلاء لا ينكر عليهم الشرك، ماذا يحصل في حال هؤلاء؟ ماذا سيحصل؟ هم يظنون أنهم على خير لأنه لم ينكر هذا الشرك. ولذلك يجب على طالب العلم إذا رأى المنكر أن يبين لصاحب أو مرتكب هذا الخطأ، وخاصة إذا كان هذا الأمر متعلق بماذا؟ إذا كان متعلق بأمر وهو التوحيد والعقيدة، وإذا وقع أيضا في الشرك. أيضا هناك مسائل أخرى متفرعة متعلقة بهذا الأمر لعلنا نرجعها إن شاء الله في درس قادم. هنا ما يتعلق بهذه العقيدة وهذه الأصول بيناها، ما يتعلق بالخلق وما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية وهو ما بينه المؤلف. نذكر الثالثة، المسألة الثالثة من أصول الإسلام. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه المسألة الثالثة متعلقة أولا في قول المؤلف من أطاع الرسول ووحد الله، والمقصود بذلك أن المسلم إذا حقق العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى والتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لذلك نجد أن في تعريف الإسلام الأئمة عندما عرفوا الإسلام قالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ثم قالوا إيش؟ والبراءة من الشرك بس وأهله. إذن هذا هو التوحيد، هو توحيد لله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بالانقياد لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بطاعته سبحانه. وأيضا علقوا البراءة من الشرك وأهله، فهذا هو التوحيد. من أراد أن يحقق التوحيد لابد أن يحقق هذه الأشياء. لماذا يقول المؤلف ما يتعلق بمسألة الولاء والبراء؟ يقول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. كيف تحصل هذه؟ نقول أنه لا يمكن أن تتعلق هذه المحبة إلا إذا كان هناك تعلق بما قام به من فعل وهو الشرك. ولذلك إذا أحب الشرك
إذا أحب الشرك نتجده أنه يحب من يعمل بهذا الشرك، وهذا هو الإشكال في هذه المسألة. ولذلك نقول أن هناك أمور متعلقة بمثل هذه المسألة، وهي مسألة مهمة. هناك أقسام للموالاة، وهو التولي، والتولي كما جاء في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا له مقصود واضح وبين وظاهر في هذه المسألة، وهو التولي، وهي محبة أهل الشرك وأن يظهر الشرك على الإسلام. هذا ما يتعلق بالتولي، ماذا؟ أن يحب أهل الشرك ويحب الشرك ويحب أن يظهر الشرك على الإسلام. هذا لا شك بالإجماع أنه كفر مخرج من الملة. أيضا هناك موالاة ومحبة للمشركين من أجل الدنيا أو من أجل مصالح، وهذه المحبة أحيانا إذا كان فيها أمر يترتب بمضرة على المسلمين فنقول أن هذه محرمة لا تجوز. وجاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما معنى هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية تبين أن الخطاب موجه لمن؟ لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بالإيمان مع أنهم حصل منهم ولاية لغير أهل الإسلام، فخاطبهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فناداهم بالإيمان وقد حصل منهم المودة. في مثال على ذلك قصة حاطب رضي الله عنه، وهي تنطبق على هذا الحال. حاطب رضي الله عنه ذهب لكي يخبر المشركين بأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يغزوهم، ولا شك أن مثل هذا العمل هو خيانة عظمى، خيانة بأن يفشي سر لأهل الإسلام ويكون فيه مضرة. فلما ذهب وعرف حاله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ استدل بعض العلم أنه أحيانا إذا ظهر من الشخص الإيمان والصلاح، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه شهد بدر، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن سأله: ما حملك يا حاطب على ذلك؟ عمر رضي الله عنه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن ظاهر الفعل فيه نفاق، كيف يفشي سر من أسرار المسلمين وخاصة في أمر يتعلق بالحرب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نظرته أبعد من ذلك: ما حملك يا حاطب على ذلك؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن كل أصحابك، يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من يعين من كان قريبا لهم في مكة، ويقول: أنا لا يد لي هناك وأخشى على أهلي ومالي، فأراد أن يذهب ويخبرهم لكي يكون له يد حتى لا يتسلط على أهله ولا على ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول له إلا خيرا. وأيضا جاء في رواية قال: فاتركوه فإنه صادق فقد صدق. هذه القصة فيها فعل من حاطب رضي الله عنه، وهي تدل على ما تتعلق به هذه المسألة المهمة، وهي ما تتعلق بالموالاة.
فهنا كان ذهاب حاطب من أجل أمر ماذا؟ دنيوي، ولم يكن ارتد رضي الله عنه أو أنه أراد ظهور الكفر على الإسلام، وإنما كان منه فقط أنه أراد أمر دنيوي. لكن هذا الأمر لم يكن مترتب على الأمر الدنيوي فقط، بل إنه تعدى على ضرر على المسلمين. ولذلك يتفرع الآن مسألة ثالثة وهي متعلقة بالمبالاة، وهي المحبة الطبيعية، وهي ما يتعلق بالوالدين والوالد لولده. فهذه المحبة هي محبة طبيعية، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالإحسان للوالدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما أشركا بالله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق أحيانا المحبة الطبيعية تكون بين الوالد وولده والولد ووالده، وأيضا الرجل وإخوته وأعمامه وأقاربه، وأيضا أحيانا تصل إلى القبيلة. فهو ربما يكون هناك محبة تتعلق بهدايتهم وبالإحسان إليهم من أجل الهداية ومن أجل أن يسمعوا منه الدعوة ويستجيبوا له. فهذه لا تدخل في هذا الباب، ولكنها محدودة بالأمر الطبيعي. ولذلك إذا كان أحد الوالدين مشرك فإنه يتعامل معهما بالإحسان، وأن يصاحبهما في هذه الدنيا ويحسن إليهم، فهذا هو المطلوب. فهذه محبة طبيعية ليست متعلقة بمسألة الموالاة للكفار والمشركين، لكن أنت تكره ما يقومون به من أفعال من الشرك، وهذه داخلية تكون داخل المرء في قلبه، وهو الأمر الذي يكون فيه الميزان ما يتعلق بالولاء والبراء، أقصد المعاملة. وهناك أمر طبيعي داخل وهو متعلق بالقلب، وهو الكره. لماذا؟ لعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى وتوجيه العبادة لغير الله تعالى. ولكن المحبة الطبيعية بالإحسان إليهما فهذا أمر خلاف ما نذكره فيما يتعلق بالموالاة. هناك أيضا مصالح أحيانا بين المسلمين وبين الكفار فيما يتعلق بالموالاة، ولذلك هذه المصالح لا تمنع أن يكون هناك عقود، ويكون هناك أيضا بعض المصالح التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بأمور دنياهم، وهذا ليس له علاقة فيما يتعلق بالبغض المتعلق بهذه العبادة والشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا ذكر المؤلف الدليل وقال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هنا قال ولو كان آباؤهم، وأيضا بدأ بالآباء ثم بعد ذلك بدأ بالأبناء ثم الأقرب فالأقرب، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وهو ما يتعلق بهذه الموالاة والمودة والمحبة. أيضا جاء في هذه الآية في آخرها قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله، فأضافهم الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يقومون بهذا الأمر بهذه المزية العظيمة أنهم جعلهم حزب لله سبحانه وتعالى، أضافهم إضافة تشريف وتكريم لهم على هذا الأمر وهو ما يتعلق بالمودة والمحبة. ثم نجد أن المؤلف رحمه الله بين في هذه الآيات ما يتعلق بالقرابة، القرابة بين الناس، وهي متعلقة أيضا في
الموالاة. وجاء أي عندما قال ولا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، أي المعاداة لله وللرسول. هنا نجد الآن مسألة الآن متعلقة، وهي تظهر دائما وتتجدد في كثير من الأزمنة، وهي ظهور بعض أناس يحاولون محاربة هذا الدين وضرب هذا الدين والتشكيك في هذا الدين. كل هذه الأمور داخلة في هذا الباب، عندما يريدون الدخول علينا هم يدخلون من هذا الباب، من باب العقيدة ومن باب التوحيد، فيبدأون يشككون. والآن فيما يتعلق في توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يبدأون بنشر الإلحاد، وهو ما يظهر الآن بشكل قوي في كثير من المواقع. ولذلك يجب أن يتنبه المسلم إلى مثل هذه الرسائل التي ترسل للمسلمين في التشكيك في دينهم. ويدخلون أيضا من باب الإرجاء، أحيانا لهم أكثر من طريق، إما من باب الإلحاد، ويظهرون هذا أيضا مما يتعلق بالتشكيك، ولا أريد أن أدخل في بعض الشبه، لأن أحيانا عندما أذكر بعض الشبه أحيانا من الصعب الإجابة أو الإجابة عليه، ربما نجيب عليها لكن ربما لا تصل الإجابة الصحيحة للبعض. فالأصل أن لا يدخل المسلم في مثل هذه الأمور التي تشكك في عبادته وفي دينه وفي غيرها، وهي متعلقة بأمور كثيرة. ولذلك على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، وأن يلجأ إلى التوحيد والعقيدة السليمة. أنا أضرب لكم مثال، أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأشياء التي يحاولون أن يروجون لها. المثال في هذا البلد، عندما أولا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما ظهر من خلال هذه الدعوة من الخير العظيم من التوحيد، وأيضا انطلقت إلى جميع البلدان. أنا أضرب لكم مثال، حتى في محاربة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب ظهرت هذه العقيدة. الملا علي رضوان، هذا من الأئمة من بلاد لنجة في إيران، عندما سقطت الدولة السعودية الأولى، أحمد زيني دحلان ألف مؤلف سماه الدرر الثانية في التحذير من الوهابية، يحذر فيه من الوهابية، فأخذ الكتاب ونشره وهو في مكة، فكان يوزع هذا الكتاب على الحجاج. فأخذ أحد الحجاج من بلاد إيران، من بلاد لنجة، أخذ هذا الكتاب وذهب به إلى بلاد لنجة، فوقع هذا الكتاب عند الملة عمران آل رضوان. فلما قرأ هذا الكتاب تعجب منه وقال من هؤلاء الذي يحذر منهم ووصمهم بالوهابية؟ فما كان من إلا أن كتب إلى أهل نجد يطلب منهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأرسلت له هذه الكتب في بلاد لنجة. فلما قرأ هذه الكتب، كتب الشيخ محمد بن الوهاب، قال هذا هو الحق. فقالوا له أنت وهابي، فجاءت الأبيات التي يعرفها الكثير منكم، إن كان تابع أحمد متوهم فأنا المقر بأنني وهابي، له قصيدة طويلة في هذا الباب يبين فيها رحمه الله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. العجيب في هذه القصة أنه عندما أراد أحمد زين دحلان أن يحذر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصل هذا الكتاب إلى بلاد لنجة وقرأ هذا كتب الشيخ محمد، الملا علي رضوان لما قرأ كتب الشيخ محمد وصموه بأنه وهابي، قام بنسخ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتوزيعها والدعوة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للتوحيد. ثم ما كان من أحفاده من بناته، لم يرزق بولد ولكن رزق ببنات، وأحفاده من بناته قاموا بنسخ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتقلوا إلى الهند، فانتشرت
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الهند عن طريق أحفاد الشيخ الملا عمران الرضوان، فانتشرت العقيدة الصحيحة في الهند، وهي ما ظهرت ويعرفها من كان في بلاد الهند يعرف ذلك جيدا، بانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الهند عن طريق أحفاد الملا علي رضوان، وهم بلاد لينجا من إيران، وهي موجودة الآن في الساحل الشرقي. فأقصد أن بداية الأمر كان تحذير، يريدون أن يحذرون أيضا من دعوة الشيخ، فما كان إلا أن جعل الله سبحانه وتعالى القبول لهذه الدعوة. وهكذا من تسلط على هذه الدعوة وأيضا على الرسالة كلهم اندثروا ولا يعلم عن حالهم شيء، ولكن بقيت هذه الدعوة وما زالت تنتشر والله الحمد، وما زال لها القبول. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. هنا المؤلف جاء بالتأصيل الثالث، هذا هو التأصيل الثالث للأصول الثلاثة. وهذا التأصيل أيضا بدأه الأول، قال: اعلم رحمك الله، في التأصيل الأول. والثاني قال: اعلم رحمك الله. وفي هذا التأصيل الثالث قال: اعلم أرشدك الله. والمقصود أي الدعوة لك بأن يدلك الله سبحانه وتعالى على الرشد وعلى الهداية والتوفيق والسداد والاستقامة على دين الله. فهذه دعوة من المؤلف، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء على مثل هذه المسائل المهمة والتي يتقدم بها المؤلف رحمه الله بهذه الدعوات. اعلم أرشدك الله لماذا؟ بطاعته. وهذا لا شك أن فيه الشيخ محمد عندما يذكر مثل هذه المسائل ومثل هذه المقدمات، هذه أيضا دروس لنا عندما نريد أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. وهذا ما تمثل في دعوة أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تأسيه للنبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب الناس بكل لين وبالدعاء. ولذلك إذا أردت أن تنصح شخص ما أو تريد أن توجه شخص، عليك أن تبدأ بالعبارة: وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا هو دور طالب العلم في دعوته الله سبحانه وتعالى. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والحنيفية أصلها مأخوذ من الحنف، والحنف هو الميل، ويقصدون بذلك هو المائل عن الشرك، والذي يقصد بميله ذلك التوجه إلى التوحيد. الميل عن الشرك ويقصد بذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويقصد بذلك التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال أن الحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك تدخل أو يدخل في هذا المعنى المعرض عن كل ما سوى، عن كل ما يخالف التوحيد. ولذلك جاء في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إذن الحنيفية هي ملة إبراهيم. ووضح المؤلف هنا الشيخ رحمه الله: وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية. ولذلك جاء في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والقنوت هو الخشوع،
وهو الخشوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. هنا قال رحمه الله: وأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لذلك. وبين هذا رحمه الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهو الإخلاص في العبادة. والمقصود في ذلك إذا أخلص العبد لله لا يرجو بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قمت بأي عبادة مهما كانت هذه العبادة، سواء من صلاة، من زكاة، حج، غيرها من العبادات، إذا قمت بهذه العبادات يجب أن تقوم بها خالصا لله سبحانه وتعالى، لا فيها رياء. كيف نقيس هذا الأمر؟ أنا أوضح لكم ما يتعلق بالإخلاص في موقف ممكن يحصل لأي واحد منا، وهذا الموقف يوضح لك هذه العبادة هي لله أم لا. لو أنك أعطيت فقيرا مبلغ من المال، صدقة لله، أنت تريد ماذا؟ تريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة، فقمت أعطيت هذا الرجل هذه الصدقة، فقلت في نفسك أن هذه لله سبحانه وتعالى. ما كان من هذا الشخص عندما أخذ هذا المال قال: قبحك الله، ما أعطيتني إلا هذا المبلغ، اذهب، وقام يدعو عليك. ما هي ردة الفعل التي سوف تكون منك؟ إذا كانت لله سكت وذهبت. أما إذا كنت ترجو من هذا الشخص الإحسان والمقابل فإنك سوف ترد على هذا الشخص. هذا ميزان دقيق في هذا الأمر. أنت عندما أعطيت هذا الرجل، وهذا قس على ذلك كل الأعمال التي تقوم بها، وأنت أديت هذه الأعمال من إحسان للناس أو من عمل أو من كلمة طيبة أو غيرها من الأعمال، وأنت ترجو بها الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى ردة الفعل. الكثير من الناس يقول: والله إحنا أحسننا لفلان وفلان أسألنا. طيب أنت فعلت هذا الشيء لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. لا تنظر ما ارتد من كلامه وما جاء وما أساء من هذا الكلام. فأنت إذا أردت أن تعمل هذه العبادة أو العبادات التي تقوم بها، إذا كانت لله سبحانه وتعالى وخالصة، فأنت ترجو الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه في هذه العبادة، في الصلاة وفي غيرها وغيرها من العبادات. هناك أمر، وهذا سؤال يحصل كثير عند الناس، يقول البعض إذا جت الاختبارات تجده يصلي، وإذا حزبه أمر أيضا ذهب والتجأ إلى الله أكثر، هل هذا صحيح الفعل أم لا؟ هذا الفعل صحيح رأيكم؟ ها؟ هو بعض الناس يشكك في هذا الأمر، يقول هذا ما فعله لله. لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إيش؟ إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا ليس له علاقة بالرياء نهائيا، بل هذا هو نوع من أنواع العبادة، وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا احتاج المسلم إلى الله في بعض المواقف فهو يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا الناس يحصل لهم من الفتور، وهذا يحصل كثيرا، وقد ذكر ذلك الصحابة وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس له علاقة فيما يتعلق بالإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف في هذه المسألة: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم جاء أيضا في آية في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا رأيتم هذه الآية بداية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فنجد الخطاب الذي وجه الله في قوله ماذا؟ يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. إذا قال يا أيها الناس الخطاب لجميع، للمسلمين ولغير المسلمين، يا أيها الناس، فهو توجيه للخلق جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين الذي جعل، يعني الإنسان يتفكر، هذا شيء عقلي أيضا يوضح الله سبحانه وتعالى للعباد، الذي جعل لكم الأرض فراشا، تفكر في هذه الأرض، تفكر في ثباتها، تفكر في ما جعل الله فيها من خيرات، جعلها الله لك في هذه الحياة تعيش فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة له سبحانه وتعالى. وقال المؤلف هنا ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة. هناك البعض يفسر التوحيد يقول أنه التوحيد، يفسر يذكر التوحيد يقول أنه الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. هذا تعريف، يعرفون التوحيد بهذا التعريف. هل هذا التعريف صحيح؟ التعريف يقول الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. نشوف واحد طيب وش ينقص هذا التعريف؟ هنا ذكر توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولم يذكر الأهم هو توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم نعم، وهذا هو الأهم. هم الآن ينشرون مثل هذا الشيء، لماذا؟ لأن إذا نشر مثل هذا الأمر مع ما أكدت عليه أكثر من مرة وما يتعلق بالإرجاء تحقق المطلوب. لأن إذا تحقق الإرجاء لم يكن هناك أي عبادة، ما نحتاج إذا ما تصلي أنت مؤمن كامل الإيمان، أنت ما تصوم كامل الإيمان، ما تحج كامل الإيمان، يعني تعبد الشجر تعبد القبور كامل الإيمان. سبحان الله، يعني شيء عجيب هذا. إذا ولذلك هم الآن يحاولون أن يجعلوا هذا التعريف مع ما ينشر فيما يتعلق بالإرجاء لضرب هذا الدين. ولذلك إذا نظرنا إلى هؤلاء وهم يحاولون أن يروجون إلى مثل هذه المسائل، لا شك أن الخطر كبير. ولذلك نقول أن التعريف الصحيح للتوحيد هو ما بيناه في ذلك، ولا بد أن يتعلق أيضا من خلال التوحيد عندما نقول ذلك أيضا نقول أيضا البراءة من الشرك وأهله، لا بد أن نتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. أيضا قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، واستشهد بالآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية هي من أعظم الآيات، وهي آيات الحقوق العشرة التي جاءت في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. المقصود أن هذه جاءت في ما يتعلق بالحقوق العشرة، ولكن جاء الحق الأول في عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أريد الآن أن أبين أو شخص يبين لنا ما هو الفرق عندما قال الله هذه الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وإلى آخره. هذه الآيات جاءت هذه حقوق، لكن ما يتعلق هنا قال واعبدوا، والذي ضد هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما يميز الشرك عن غيره من المعاصي الأخرى؟
ماذا يميز الشرك عن المعاصي الأخرى؟ نعم، أولا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أول شيء. يعني جميع المعاصي، كل المعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا نهتم بالتوحيد؟ لماذا نقول التوحيد التوحيد التوحيد؟ لماذا نقول؟ لأن أول أمر أن من يقع في الشرك ويموت على الشرك أن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا أيضا؟ نعم يحفظ، نعم كما ذكرنا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك أمر الشرك خطير جدا. ولذلك الشيخ محمد لما جاء في وقته وأكد على أمر العقيدة، لذلك ربما كثرت أو انتشرت مؤلفات الشيخ المتعلقة بالعقيدة، مع أن هناك مؤلفات للشيخ في الحديث وكذلك في الأصول وكذلك في الفقه. وأيضا الشيخ ممن تميز بالفقه وله استشهادات ونوادر من المسائل المهمة جدا، ولكن ظهرت لأن في وقته ظهر الشرك بشكل كبير وأراد أن يؤصل هذا الأمر وهو الأهم. ولذلك نقول أن أيضا المسألة الخامسة هو قول المؤلف وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، أن تدعو مع الله إما صنم أو مخلوق أو غيره أو عابد أو حجر أو شجر أو بقر أو غيره من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. ووضح المؤلف في هذا الباب عندما بيّن في قوله تعالى واستشهاده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جاءت الآيات المتعلقة بالتحريم بما حرم على الناس، وجاء في ذلك في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآية أيضا هذه متعلقة في هذا الباب وما يتعلق بالشرك. ثم أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الشرك جاء في أبواب كثيرة وقرن بكبائر، ومع ذلك تفرد الشرك بأنه لا يغفر لصاحبه فينتبه المسلم. لكن عندما تقرن هذه الأشياء مع الشرك فمعنى أن هذه الأمور خطيرة، كما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، القتل النفس بغير حق كبيرة من الكبائر، وجاء الوعيد في من قتل نفس بغير حق. وأيضا جاء هنا ولا يزنون، أيضا الزنا لأنه متعلق بالأعراض، فجاءت هذه الآية أيضا تبين في هذا الباب ما يتعلق وما قرن مع الشرك لخطره أيضا، ولكنه مختلف. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الرسول قال أي الذنب أعظم، سؤال مهم جدا، يقول أي الذنب أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا؟ وهو خلقك، تجعل له ند وهو خلقك. إذا آمنت بأن الله هو الخالق كيف تجعل له ند؟ فهذا لا شك أنه بيان واضح. قال قلت ثم أي، ثم ذكر وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، وأيضا قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك في هذا الحديث، لكنه بدأ
الأمر الخطير وهو ما يتعلق بالشرك. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وإن كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على الجميع سواء طلبة علم أو ممن تعلم وعلم وعرف أن ينتبه لهذا الأمر وأن يجاهد نفسه أولا، وكذلك من يعول بتحقيق التوحيد والعناية به عناية كبيرة وتكرار ذلك الآيات المتعلقة بالتوحيد، وكذلك أيضا المسائل المتعلقة بالتوحيد يجب عليك أن دائما تكررها حتى الصغار مع بداية الكلام عود من ربك من نبيك ما دينك، هذه مهمة جدا، هذه هي على الفطرة. لكن البعض ربما يدرس أولاده وهو لا يعلم، مثل ما ذكرت القصة بالأمس عن رجل كبير في السن، أيضا مقابل لها كنت في أحد المساجد في خارج المملكة نفس المسألة قريبة من ذلك، عندما سألت كان هناك محاضرة وكان في بعض الأطفال الصغار، فقلت أسأل الصغار في البداية من ربك ما دينك من نبيك، قلت أين الله، فقالوا في كل مكان، يغششون الطالب هذا الصغير. فقلت لا خطأ، الإشكالية كانت من رئيس المركز، ممن علمهم هذه العقيدة وهي عقيدة الحلولية. فطبعا تناقشت معهم فقلت لا أنا ما عندي مشكلة، أنا إذا كان هذا الحق أنت ترى أن هذا الحق أنا بيني وبينك الكتاب والسنة، فإذا كان ما تراه صحيح. فحصل النقاش ولله الحمد، كان فيه ولله الحمد توفيق بقبول ذلك. فالآيات واضحة، أمنتم من في السماء، آية صريحة، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية قال أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالآيات في أو الأدلة تدل كثيرة على هذا الباب، لكن أقصد أن انظروا إلى هذا الصغير، أراد أهله أن يعلموه هذه العقيدة الباطلة. ولذلك نقول أن علينا جميعا أن نعتني بالتوحيد وبالعقيدة، وأيضا نعتني بماذا؟ نعتني بتعليمهم هذا المسائل، من ربك ما دينك من نبيك، وأيضا نوضح أين الله في السماء، كل هذه الأمور من صغره يعرف هذه المعاني ويتربى عليها، وإذا تربى من الصغر على ذلك نشأ عليه. ولذلك والله الحمد أقول أن ما زال والله الحمد في هذه البلاد عندما تدرس المناهج في مراحل الابتدائية وكذلك المتوسطة والثانوية ويلزم الطلاب بتعلم العقيدة والتوحيد، نجد أن من يدرس في هذه البلاد من يتخرج من سادس ابتدائي يكون من العلماء إذا خرج خارج المملكة، بل يرجعون إلى إذا وجدوا سعودي في خارج المملكة يكون عامي، لكنه يعرف ما يتعلق بعبادة الصلاة، يعرف كذا، يعرف يسأل دائما، تجد المجالس دائما يناقش فيها مسائل المتعلقة بالعبادات وبالصلاة، هذا فاتتني الصلاة وحصل كذا وكذا، لما جاءت أزمة كورونا كان الناس يسألون عن عباداتهم. هذه نعم، هذه نعم في هذا البلد، وهذا كله من التأصيل. ولذلك الآن الواجب علينا جميعا أن نبذل الأسباب، الأجداد جزاهم الله خير وأيضا ما بذلته الدولة أيضا من هذه المناهج، لو قرأته بالمناهج الآن الابتدائي المتوسط كتاب التوحيد والفقه والحديث والتفسير، ما تجد في كثير من البلاد تدرس هذه إجبارا إلا في هذا البلد، ويختبر الطلاب فيها وهي مناهج نافعة. تخيل سادس ابتدائي يعلم مسائل مهمة متعلقة بالصلاة بالعباد بالصلاة بالحج بالزكاة كذلك إلى سادس ابتدائي، تخيل، فكيف سيحصل مع الوقت؟ لكن الإشكالية هي من أنفسنا، نحن عندنا التقصير، فيجب أن نعتني أيضا مع وجود مثل هذه المناهج وأيضا ما بذلته الدولة من تدريس هذه المناهج. أنا أذكر سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان عندما يسأل ماذا تنصحنا يا شيخ نقرأ وكذا، يقول عندكم كتب المناهج كافية فيها بركة،
لأن من رجع إلى هذه الكتب يجد أن فيها تأصيل من ناحية ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وأيضا في التفسير وغيرها. يا أخوان لو قرأتم كتب التفسير وأكثر يمكن من درس هذه الكتب يعرفها في المتوسط يقرؤون كتب التفسير. وأيضا من يعني كتب يعني فيها من الخير والنفع يعني شيء عجيب، لكن التقصير منا أنفسنا، يعني ما نسعى مع وجود هذه المناهج في تعليم أبنائنا هذه الدروس وهذه التعاليم. لو فعلا اجتهدنا مع أبنائنا في تعليمهم وفي أيضا متابعتهم في هذه المواد التي تدرس لا تخرج علماء بغير من دون حاجة إلى أن يذهبوا إلى أي دروس أخرى لما في هذه الكتب من التأصيل، وخاصة إذا وجدنا المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ولذلك الدور علينا مهم جدا. الآن بعد ما انتهى الشيخ رحمه الله قدم لنا جميعا هذه المقدمات والتأصيلات الثلاثة، الأولى متعلقة بالمسائل الأربع. ما هي المسائل الأربع التي ذكرها؟ أول تأصيل ذكر الشيخ. نبي واحد ثاني. أيوة شيخ. نعم، العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك، هذه أول تأصيل يريد أن يؤصلك الآن، لأن هذه الثلاث على فكرة هذه الثلاث هي التي ستسأل عنها في قبرك. عندما تسأل في القبر سوف تسأل عن هذه الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. فإذا كنت قد حققت هذه الأمور الثلاثة ومعتقدا بها فإنك ستجيب على هذه الأسئلة. ولذلك ذكر هذا التأصيل: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. الثانية الأصول الثلاثة أو الأصول الإسلام الثلاثة التي ذكرها المؤلف وهي متعلقة المشايخ فضل. نعم، هي الثلاثة التي ذكرها المؤلف ما تعلق بتوحيد الربوبية وهو الخلق والرزق وكذلك الرسالة. الله أكبر الله أكبر. نكمل غدا إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.